ضيفي عبر الهاتف ايضا الاستاذ طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه. مساء الخير يا استاذ طلعت واهلا وسهلا بيك. يعني بالتاكيد بالنسبه لكم القانون الجديد في نسخته الجديده كما اثار اعجاب يعني المؤسسات الدوليه سواء كانت وكالات الانباء والصحف والمجتمع الدولي، ايضا انتم في الداخل بالتاكيد لديكم رؤيه للقانون الجديد بكل ما اشتمل عليه من مميزات وبكل النقاط الخلافيه اللي تم حلها وتم استبدالها بنقاط ومحاور توافقيه. تعليقك بشكل عام على مضمون القانون الجديد و يعني كيف انه خرج بصوره توافقيه؟ يعني هو زي ما حضرتك قلت كده القانون خرج بصوره توافقيه لان هو يمكن بعد قانون 70 ما طلع وكان في بعض التحفظات على بعض المواد في قانون 70 وبناء على توجيهات الخامس الرئيس ان اعاده يعني تعديل قانون 70 من خلال حوار مجتمعي، وبالفعل تم الحوار المجتمعي اللي نظمته وزاره التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات ودون ما تدخل من الوزاره يعني بشكل او من الاشكال، واتعمل 7 لقاءات انتهت الى مشروع قانون. يعني يمكن كل المشاكل اللي كانت موجوده في 70 او معظمها ما بقاش موجود، بدايه من الجهاز القومي للتنظيم عمل المنظمات الاجنبيه غير الحكوميه، وان الجهه الاداريه اصبحت جهه وحيده وهي الجهه الاداريه اللي هي وزاره النظام الاجتماعي، الى تخفيض قيمه المبلغ اللي بيخصص عشان اشهار الجمعيه من مبلغ حد اقصى 10,000 الى 5,000، برضه المبلغ المخصص كراس مال بالنسبه للمؤسسه من 50,000 ل 20,000، بالاضافه الى يعني وقف النشاط، اصبح وقف النشاط تستطيع ان تقوم به الجهه الاداريه ولكن بشكل مؤقت، وعلى الجهه الاداريه ان تلجا الى المحكمه في خلال اسبوع تطلب ان المحكمه تؤيد هذا القرار، ولو ما لجاتش يبقى الوقف ده منتهي. ايضا بالنسبه للجمعيات اصبح من حقها تفتح فروع في الخارج، يكون لها فروع في الخارج، فبرضه المنظمات الاقليميه نصف عليها بشكل صريح، منظمه اقليميه تكون لها يعني وجود في مصر ولا افرع في خارج مصر في دول اخرى. برضه بالنسبه لباب العقوبات يمكن خف الباب، اصبح بدل يعني عقوبه السجن اصبح حكومه غرامه ماليه أو عقوبة إدارية سواء حل مجلس الإدارة أو حل جمعية. بقى المزايا احتفظ يعني بيها، المزايا اللي تحصل عليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية. أيضا في باب جديد وضع هو باب التطوع، والباب ده بيحدد حقوق وواجبات المتطوعين، ما كانش موجود باب التطوع. أنشئت إدارة جديدة لوحدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل الأهلي، وهيبقى لها فروع في المحافظات، هيبقى فيها خبرات من العاملين في الدولة، هيبقى لهم وضع خاص، طبيعة خاصة، السنوات الجاية يوجهوا الدعم والرقابة للجمعيات والاستقلالية ويرفعوا من شأنها. ويعني صندوق دعم الجمعيات الأهلية برضه عيد تشكيله بشكل يعني يغلب عليه الطابع الأهلي أكثر من الطابع الحكومي، يعني نسبة وبرضه مصادر تمويله زادت، أصبحت مصادر متعددة، وعشان نستطيع إن احنا نقوي الجمعيات والمؤسسات. برضه في اضافه جيده ان الجمعيات والمؤسسات كانت ما كانش في السابق تستطيع ان تقيم مشروعات او شركات تستطيع ان تجري عليها دخل تصرف فيها على انشطتها، اصبح مع قانون جديد مسموح لها ان هي صناديق استثمار تقيم مشروعات او شركات، ودي طبعا ايجابيه طبعا. لكن في نقطة في مسألة يعني انفاق أرباح الشركات وصناديق الاستثمار اللي بتنشئها الجمعيات الأهلية على العمل الخيري، أعتقد دي نقطة أيضا تم إضافتها في نسخة القانون الجديد. أنا كنت بقصد إن هي شركات وصناديق استثمار واليدين والمشروعات دي بقت موجودة، عشان طبعا يمكن من بنحاول نسعى إلى على قد ما نقدر نقلل من التمويل الأجنبي. برضه موضوع تمويل الجمعيات يعني حدد بشكل واضح وصريح، سواء التمويل الداخلي أو الخارجي. الخارجي يمكن حسم بأن الجمعية أو المؤسسة العلمية من حقها أن تحصل على التمويل وأن تأخذ موافقة الجهة الإدارية 60 يوم، في حالة عدم الجهة الإدارية على ذلك تأخذ دي موافقة. دي كل دي برضه تعتبر إيجابيات. طبعا حصول على الشخصية الإعتبارية مجرد الإختيار، ودي تم تشكيل مع المادة 75 من الدستور. يعني القانون بشكل عام مرضي، ويعني ممكن يعطي قدرة للمرحلة القادمة. ان شاء الله.
هنا في نقطة أستاذ طلعت في منتهى الأهمية، لأنه حضرتك تعلم طبعا جيدا أنه في واحدة من ضمن الإشكاليات المتعلقة بمسألة العمل الأهلي وإنشاء وتأسيس منظمات المجتمع المدني، وخصوصا المنظمات اللي بتتلقى تمويل من الخارج، هو إحداث التوازن من قبل الدولة ما بين حرية عمل هذه المنظمات، سواء كان في عمل سياسي، في عمل مجتمعي، في عمل خيري، في عمل تعليمي، تثقيفي، توعوي إلى آخره، ومن ناحية أخرى إحداث الضمانات أو توفير الضمانات الأمنية المطلوبة، يعني لأيضا أمن وسلامة المجتمع وتجنيبه أي مشكلة يمكن أن تحصل. إزاي القانون في نسخته الجديدة أحدث هذا التوازن؟ هو القانون أحدثه بشكل واضح، إن حط بشكل محدد وواضح وجلي الأنشطة المحظورة. وإذا حضرتك قلت في بداية كلامك النشاط السياسي، فالنشاط السياسي مش مسموح فيه بالجمعيات ولا المؤسسات الأهلية. يعني النشاط الجمعيات حتى المؤسسات الأهلية لا، يعني ما كنت أقصده هو المراقبة على الانتخابات على سبيل المثال، يعني لو جاز تسميتها بذلك. النشاط الحزبي بالظبط كده، النشاط السياسي أو الحزبي دي من الأنشطة المحظورة بالنسبة للجمعيات والسياسة. طبعا الأنشطة المحظورة واضحة، دي نمرة واحد. نمرة اثنين طبعا هناك الأهلية قوية كده للموافقة، وهنا الجهة الإدارية بتسأل على ثلاث أسئلة قبل ما تدي الموافقة. مين الجهة اللي هي يعني هتمول؟ الهيئة اللي هتمول، طبيعتها إيه، ظروفها إيه، ملابساتها إيه، خلفيتها إيه. نمرة اثنين الجمعية اللي تحصل على التمويل، هل هي عليها مشاكل، مخالفات مالية أو إدارية أو مشابهة زي كده. نمرة ثلاثة طيب هو الصوت بيقطع يا استاذ طلعت، يعني طبعا احنا بنعتذر جدا لحضرتك، نشكرك على جزيل الشكر استاذ طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه.